في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. من الضروري وأنت تحفظ القرآن أن تبتعد عن الصاحب السيء، وأيضا من الضروري وأنت تحفظ القرآن أن تبتعد عن الصاحب السلبي. ممكن هذا الصاحب السلبي يكون شخص صالح ومتدين ورجل في خير، ولكن هذا الشخص السلبي ممكن يعيقك عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يحبطك. أنا أضرب لك مثال، أنت تروح تقعد مع واحد من الأشخاص السلبيين، تقعد معاه في الديوانية في العمل، تقول له أنا والله ناوي أحفظ القرآن. هذا السلبي شنو يقول لك؟ يقول لك لا تصدق نفسك، من وين لك وقت؟ شوف أنت عمرك كم الحين، شوف أنت الأشغال اللي عندك، فأنت من داخلك من كثرة هذا الكلام السلبي عليك ما تقدر تحفظ القرآن. بعكس الصاحب الإيجابي اللي أنت تقعد معاه ويقولك الكلمة الطيبة، يقولك أنا أعينك، أنا أقعد معاك، أنا ساعدك، اسألني، أجيب لك الشيخ، أعينك بوسائل تحفظ فيها القرآن. هذا هو الصاحب الإيجابي. مثال آخر، تقول له والله بحفظ أولادي القرآن. كم عمر أولادك؟ قالك قلت له والله أولادي أعمارهم 6 و7 و10. يا أخي لا تعقدهم، ترى لا تشد عليهم، ترى مو وقت الحين، خلي يكبرون شوي. هذا هو الصاحب السلبي، والله العظيم يعيقك. دائما خليك مع الناس الإيجابيين. وقت حفظك للقرآن ابتعد عن السلبيين، لا تقعد معهم، أو اسمع من هني وطلع من هني، اقعد مع الناس اللي يفيدونك. في الختام، ختام هذه الكلمة، أنا ودي من كل اللي قاعد يسمعونا الآن، سواء اللي بيحفظ أو اللي ما بيحفظ، إذا أنت ما تبي تحفظ قرآن، الله سبحانه وتعالى ما عانك على حفظ القرآن، لا تحبط الناس، على الأقل قول كلمة طيبة. أنا في حلقة من الحلقات في برامج سابقة تكلمت بحديث أن الأجر اللي يأخذه من يحفظ القرآن الحرف بـ10، ألف لام ميم 30 حسنة، فتشجع بهذا الكلام بدل الآن يحفظ القرآن، وقريب بإذن الله يختم القرآن بكلمة طيبة بحديث. فخلونا كلنا مع بعض نقول الكلام الطيب حتى يحفظ كل الناس بإذن الله القرآن بهذه الكلمات الطيبة، ونبتعد عن السلبيين يا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. في المغرب التقينا مع أحد حفاظ القرآن المتميزين، صاحب صوت جميل، اجتهد وصبر حتى نال شرف حفظ القرآن كاملا بسبب صحبة صالحة من حوله. هذه النماذج إذا رأيناها وقصتها مع كتاب الله سبحانه وتعالى نتشجع لحفظ القرآن، ونأتي ونتقرب إلى القرآن ونحفظه بعد أن هجرناه. والآن معنا نموذج من النماذج والأصوات الجميلة من قراء الدولة الحبيبة من المغرب العربي، الشيخ أحمد الخالدي. مرحبا بك يا شيخنا. مرحبا، كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله. الحمد لله، بارك الله فيك. شيخنا، الآن نود أن نعرف بدايتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا بحمد الله عز وجل علي أن وفقني لحفظ القرآن، ولا شك أن كانت له أسباب. من ضمن هذه الأسباب كان الحمد لله بعض الأئمة أصدقائي، وكانوا بعض الحاملين لكتاب الله أصدقائي، وشجعوني على حفظ القرآن، وكنت أحب القرآن وأنا صغير، وأنا أجوّد القرآن وأنا صغير. فبعد أن ذهب علي البصر، فقدت البصر نوعا ما، دخلت إلى المدرسة العلوية لوعد المكفوفين. نعم. في مدينة أسفين. كم كان عمرك في هذا الوقت شيخنا؟ 7 سنوات. نعم. فدرست فيها 5 سنين، تعلمت فيها طريقة برايل. فبعد ذلك
طرحت على أبي أن أدخل إلى كتاب لحفظ القرآن الكريم. نعم. فبعد تردده شيئا ما استطعت أن أقنعه. نعم. كان غير مقتنع عن الوالد. أيوة نعم. يعني لأن كان ينظر إلى مستقبلي وإلى. نعم. فبعد ذلك استطعت أن أقنعه، فبحمد الله عز وجل كان يجلس معي ويفتي علي، يملي علي ثمن. نعم. من القرآن فأكتبه بطريقة برايل، ثم أصححه عليه، ثم أبدأ بحفظه. نعم. اليوم تلو اليوم، ثم بعد ذلك قرأت على شيوخ. نعم. عدة. وأنا سمعت أنك كتبت القرآن كاملا بطريقة برايل، وهي طريقة برايل أخوان مش هي طريقة الكتابة للمكفوفين. أي نعم. الحمد لله وفقني الله عز وجل. نعم إن شاء الله. فكتبته كله. حنيئا لك. الحمد لله. عندنا الغالب عند المكفوفين يحفظون بالسمع. نعم. لأن مش الكل، ليس الكل يستطيع أن. نعم. يدخل إلى هذه المدرسة التي بتاع طريقة برايل، لأنها مش متوفرة في جميع المدن. نعم. وشاق أيضا، ليست سهلة. وشاقة. نعم. شاقة. نعم. جدا، شاقة جدا. يعني. نعم. تكتب ثم تصحح ثم يعني شيء ما صعوبة. نعم. في صعوبة. ولكن من أجل القرآن ومعرفة ماذا وعدنا الله سبحانه وتعالى بعد هذه الرحلة الشاقة القرآنية، ماذا سيعطينا الرب عز وجل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ويرفع قدرك في القرآن في الدنيا وفي الآخرة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري، إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري، ودوائي ابتلائي، إنه نور لقبري، ودوائي ابتلائي، إنه نور لقبري، إنه نور لم تنتهي قصة محمد علي الألباني، فبعد أن ودع أهله مسافرا لحفظ القرآن إلى باكستان دهش مما رآه هناك، ومع هذا أصر على حفظ القرآن. وسافرت إلى باكستان. وكيف سافرت إلى باكستان؟ من طيرانة من ألبانيا إلى إسطنبول سافرت بالطائرة. نعم. وبعد عندي ما كان فلوس كثيرة. نعم. وفكرت يعني أن أسافر بالحافلة. نعم. وكل هذا من حبك للقرآن. كل هذا. ومن حبك أن تحفظ القرآن. عندما فكرت يعني كنت أفكر دائما لقومي للألبانيين. نعم. يعني الدكتاتور اجتهد كثيرا لكي يمسح القرآن. نعم. ويمسح الدين من الألبانيين، وأنا قلت إن شاء الله بإذن الله وأنا سأجتهد أكثر منه. نعم. لكي يعني أعلم
الإسلام والدين نعم. والقرآن للألبانية من العاصمة الألبانية إلى إسطنبول في الطيارة ومن ثم في إسطنبول ركبت الحافلة يعني سافرت 7 أيام حتى تصل باكستان نعم. سافرت كل تركيا من إسطنبول إلى يعني حدود وبعد من الحدود إلى الطهران يعني عاصمة إيران وبعد من الطهران سافرت إلى زهدان زهدان منطقة في خراسان وزهدان قريب يعني بين الحدود أفغانستان والباكستان هناك فقط يعني جلست تقريبا 5 ساعات أكلت شيء يعني وبعد سافرت إلى باكستان دخلت إلى الباكستان دخلت إلى كويتا بعد كويتا دخلت يعني ذهبت إلى لاهور يعني كل هذا 7 أيام وصار يعني القدمي يعني ثقيل جدا من التعب ولكن ما مشيت ولكن هناك أناس يسافرون من أجل أمور تختلف عن أمريكا أنت هناك ناس يسافرون للمعاصي هناك يسافرون لمعصية الله سبحانه وتعالى لإغضاب الله سبحانه وتعالى ولكن هذا التعب الذي حصل لك أنت تحتسبه لله سبحانه وتعالى فوفقك الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن حدثنا عن حفظ القرآن في 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 باكستان أنا ما دخلت في باكستان كما تعرفون باكستان ليس دولة يعني غنية نعم يعني أنا دخلت في المدرسة والمدرسة كان في القرية نعم والقرية يعني سبحان الله مساكين عندما دخلت وعندما شفت مرة أولى يعني المدرسة صار نفسي غير جيدة يجي أنا أتيت من أوروبا وشفت تركيا وتركيا كما تعرف يعني بلاد جميل والباكستان يعني في القرية صار يعني عقلي كمثل صغير كمثل سكران يعني قلت ماذا إلى أين أتيت نعم يعني وبعد بدأ الأساتذة ما شاء الله معاملة جيدة نعم. أهلا وسهلا الإكرام جميل جدا وأنت تحفظ القرآن حتى لو كنت حفظت جزء أو جزئين في بداية رحلتك تخيل أنك حققت هذا الهدف وحفظت القرآن الكريم كامل لا تقول باقي لي وايد حتى في بدايتك قل أنا بإذن الله رب العالمين وفقني واصطفاني واختارني أني بإذن الله راح أحفظ القرآن أنا عن نفسي وأنا أحفظ القرآن يوم من الأيام لما حفظت 3 أجزاء رحت لوالدي رحمه الله قلت له يبا أنا الحين حفظت 3 أجزاء أو 4 أجزاء متى يمديني أخلص القرآن قال لا يا فهد من الآن تخيل أنك أنت حققت الهدف أنت نويت النية بإذن الله تعالى الصادقة رب العالمين بيوفقك تخيل دائما أنك أنت حافظ القرآن ويا سلام لو أنت دائما في مكتبك في سيارتك في دارك تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماهر في القرآن مع السفر الكرام البررة تقرأ وانت تو قاعد من النوم تقرأ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا هذه الأحاديث الجميلة القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كل هذه الأمور بإذن الله ترفع من همتك أنك تحفظ القرآن وأنا عن نفسي في موقعنا بإذن الله تعالى وانت فاتح الموقع راح تشوف كل الأحاديث اللي ترفع من همتك اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل حافظ القرآن الكريم كم سنة استغرق معك حفظ القرآن في باكستان؟ أنت وصلت عمرك 17 سنة والله يا سيدي أنا في باكستان كنت مريض جدا يعني تقريبا 1 شهر في المدرسة 2 أسبوع في المستشفى يجي الهواء في باكستان غير جيد ملوث فقط للتجويد 2 شهر لا أنت أول شيء تعلمت لازم تتعلم أول شيء اللغة العربية عربي. وكيف تقرأ القرآن نعم نعم يعني بدأت يعني أن أحفظ يعني الحروف العربية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء نعم وبعد التجويد ليجي بلغة في لغة الألبانية لا يوجد خاء نعم ولا يوجد صاد ما يوجد لا يوجد وكذلك أنا كان مشكل كبيرا يعني عندي أن يتلفظ صاد أو خاء نعم أو لا يعني توجد في لغتك أو ضاء نحن عندنا لا يوجد القاف بالقاء هذا القاف يعني كان مسبحة كم يعني شهر استغرق معك تعلم 2.5 شهر تعلم الحروف وتعلم التجويد نعم وبعد يعني بدأت أن أحفظ القرآن نعم عندما بدأت يعني نحفظ صفحتين بصفحتين كل يوم بدأت من جزء عمة أم البقرة من جزء عمة ولكن السبب المرضى نعم كان استغرق يعني تقريبا يعني 2.5 سنين سنتين ونصف وحفظت القرآن كاملا هذا إنجاز إحنا عندنا في الدول العربية بعض الناس عنده اللغة العربية وعنده ولكن استغرق وقت طويل
حتى يحفظ القرآن، ولكنك سافرت من ألبانيا ثم إلى هذه السفرة الشاقة، صح. ثم وصلت إلى باكستان، وهذا الذي نريد أن نقوله لأحبابنا. وعندما دخلت يعني في المدرسة، قال أستاذي، قال لي، قال أنت كبير عمر، كبير سن، نعم. لا تستطيع أن تحفظ القرآن. نعم. صح صح، لأن الحفظ يكون في الصغر أفضل، نعم. بعد ما يبلغ الشخص يصعب يعني يصعب حفظ القرآن، لأنه يتغير عقله وتغير تفكيره وتغير. هو كلامه صحيح، ولكن أنت همك. وأنا قلت للأستاذ، نعم. بالله عليك، قلت أنا سافرت 7000 كيلومتر يعني فقط لتحفيظ القرآن، نعم. وأنت تقول لي لا، أنت كبير سن ولا تستطيع أن تحفظ. أتيت به كل هذه السفرة لكي أحفظ القرآن، نعم. وتعبت هذا التعب، والله لو كان عمري 40 سوف أحفظ القرآن هكذا يعني. نعم. ونجد الآن أثر هذا القرآن على الشيخ محمد علي، حفظ القرآن ثم انتقل إلى دول أخرى وتعلم العلوم الكثيرة وتعلم أمور كثيرة، والآن هو يعلم الناس ويحرص أن يعلم الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل حرف حفظته من القرآن بهذه المشقة وبهذه الطريقة فالأجر على قدر المشقة. أحباب في الجنة تحيتهم سلام، حفظ شرفهم كلام رب الأنام، بيرتلوا في الليل وطراف النهار، يا رب تجعلهم مع السفر الكرام، في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب، ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب، في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا